بعد توقف دام 18 شهراً، استأنف مترو العاصمة حركته صباح اليوم وسط إجراءات صحية صارمة. بعد تحسن الوضعية الوبائية وبعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات العمومية، احنا كنا محضرين يعني مقبل، لأنه الوسيلة أو الاشتغال على الوسيلة على العتاد على الأجهزة ما توقفش، اللي كان توقف هو نقل المسافرين. يعني بعد الحصول على الضوء الأخضر عدنا، واليوم احنا جد مسرورين للعودة لنقل المسافرين بعد وضع بروتوكول صحي يعني صارم. مترو كي كان حابس عطلنا بالبزاف، عطلنا بالبزاف، تولي ما تربحش الوقت هكذا باش تحكمي تعدبي، تولي من البيس طرام ماشي كيما مترو 5 دقائق في كل شيء. البروتوكول الصحي يتضمن إلزامية ارتداء الكمامة على أن يتم تدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتقليص فترات الانتظار وتجنب الاكتظاظ. نقصنا على المسافرين على مستوى العربات حتى 50% من طاقة الاستيعاب تاعها حتى نمكنوا الناس من التباعد الجسدي. في المقابل قمنا بزيادة عدد العربات وتحسين زمن المرور بين العربة والعربة في كل الاتجاهات في كلا الاتجاهين إلى 4 دقائق و30 ثانية، هكذا يمكن المسافرين من التقل برياحها، ووقت الانتظار ما راحش يكون كبير على مستوى الرصيف. بور لانستون صافا، كيما نقولوا راه محترمين فوالا الإجراءات الوقائية، مي نتمنى يكملوا هكذا ماذا بينا باش كيما نقول لك ما نلحقوش يعاود يتغلق. تسيير مترو الجزائر سيكون بأيادي جزائرية تشرف عليه شركة استغلال وصيانة مترو الجزائر، هذا في انتظار توسعة خط المترو من محطة الحراش نحو مطار هواري بومدين الدولي.